سلامات. مش هين نقول لا، ننهي علاقة، ندير ظهرنا ونمشي. لا بتوجع، تكسر، لكن ممكن تكون إنقاذ من أي علاقة سامة، من قصة غير متوازنة، من عمل عم بهيننا، من عطاء من طرف واحد، من حب مريض ما بيحمل المراوغة أو الرهان على وقت خاسر. الهروب من الألم إيه مؤلم، بلحظة ما الفاصلة ما بتنفع، لازم نحط نقطة، نقطة حاسمة، نقطة تحول من ضحايا لناجين، صفحة جديدة أو حتى منسميها ولادة. النهايات بتوجع لكن بتريح، صدقوني منستعيد توازن فقدناه. الهروب أحياناً نجاة لما يكون البقاء خسارة للنفس. الفاصلة ما بتنفع، اللي بينفع هو نقطة انتهى. قولوا الله. عدم التوازن النفسي بينعكس على كل الناس، كيف إذا كان عند فنان ومرهف وتحت الضوء. بنسمع قصة الممثل اللبناني جوليان فرحات. مرحبا جوليان، كيفك؟ تفضل ارتاح. جوليان فرحات ممثل لبناني، أهلا وسهلا فيك. لما نقول اسمك جوليان فرحات دغري بنروح جوليان اللي بيعمل مشاكل، جوليان منه طبيعي، هيك بيقولوا. هلا اول شيء مين شو يعني مين منا طبيعي؟ مين منا طبيعي يعني؟ كلنا عنا مشاكل، كلنا عنا امراض، بس في ناس بتخبي، في ناس على العلن. انا ما عندي شيء مخبى، كله على المفضوح. يعني انت بترتاح بس تقول مين منا طبيعي، انه كل العالم منا طبيعي، فبالتالي انا اذا كان عندي مشاكل نفسيه هذا مش مبرر. عرفتي؟ بس انه انا لاني ممثل، هذا الشيء خلاني ظهر الاشياء النفسيه لبرا. لانك فنان؟ ايه. يعني الفنان بيكون حساس. مش فنان، مش لانه فنان، لانه ممثل. للممثل ايه؟ بده يتقمص هالشخصيات كلها سوا. الممثل مفترض بيفصل بين حياته المهنيه عادةً على السات. انا ما عملت هيك، انا جبت وين حياته؟ جبت كل شيء معي. انت جبت حياة التمثيل على حياتك العادية الطبيعية. لغيت، يعني جبت شخصيات، لغيت حياتي الطبيعية. انا بطل في شيء اسمه جوليان اجتماعي، صار في ممثل شخصيات بس. ليه؟ لانه ما بعرف، ما كان عندي خيار. من انا وصغير كنت مأخوذ بهذا الشيء اللي اسمه تمثيل، من كل النواحي، مسرح، تي في، سينما، وما كنت عم فكر مظبوط يعني انه شو بيطعم خبز وشو بيعمل مستقبل. كل اللي بدي اياه اكون ممثل افضل وافضل وافضل وافضل، وصرت اشتغل على حالي من هذا المحل. جوليان، يعني انت بالحياه بتلعب شخصيات؟ بالحياه بيومياتك؟ لا، بس انه كيف بدي اقول لك يعني؟ قل لي، خذ وقتك وارتاح وخبرني. انه لا اقدر العب كل الشخصيات الموجوده، انا فهمت انه لازم بسيكولوجيا افهم كل الحالات الانسانيه. نعم. او اتليست اختبرها. نعم. من الفقير للغني، من المعطر للظالم، من كل لا تنجح فيهم يعني بتقرب منه بتعيشهم. انا قررت بدي اعيشهم. طب جوليان، لما تقرر تلعب دور شخص بتعاطى مخدرات، رحت بالحياة عطعات المخدرات كرمال تنجح لا بدورك؟ لا مش كرمال، هذا المحل في شوية جدل عليه. يلا لأنه نتجادل أنا وياك. لأنه كمان أنا وقعت بهذا المحل، هو خطر يعني. أنت وقعت بتعاطي المخدرات، صح. أنت بمرحلة ما تعاطيت مخدرات؟ أكيد بالماضي. بأي عمر بلشت تتعاطى مخدرات؟ 20 تقريبا. هلا انا عمري 42. 42.
اي مت وقفت او بعدك؟ ايه لا صار لي شيء 3 سنين تقريبا ما نظيف. لو يعني من 20 سنة من 20 ل 39 عم تعطى مخدرات مدة زمنية طويلة؟ لا مش تعتبر. مش بشكل متواصل. نعم عرفت تصير فترات اوقع بهذا الشيء ارجع اختبر. لوين وصلت بيت؟ I was experimenting يعني عم جرب انا اختبر انا كل اللي بدي اياه انه افتح خيالي افتح مخي افتح جرب استوعب اشياء اكثر. انا ما عم دينك بس كرمال يعني في شباب وصبايا نحن بدنا نحميهم من هيدي الافه. المرض بصيب الانسان ما بيكون بشكل عام 90% نحن منا مسؤولين، ولكن المخدرات نحن بنروح عليها. المشروب يعني الادمان على الكحول يمكن نحن بنروح عليها الادمان على الإقمار بس نعلق فيها ببطل الخيار بايدنا. اكيد عرفتي بتصير كثير صعبه القصه. دخلت على عالم المخدرات لتكتشف وهو هيدي الماده متوفره باشكال وانواع مختلفه وللاسف موجوده بالمدارس. لوين وصلت بالتعاطي يعني؟ يعني لمراحل صعبه؟ مش انه اكيد وصلت لمراحل صعبه ووعيت على حالي ولقيت انه انا ما في اكمل بهذا. يعني كنت تعطى كوكايين؟ كنت تعطى اكثر من كوكايين؟ لا كوكايين ما قربت عليه، كنت دائما نبش على اشياء بتنيم اكثر ما بتوعي. ليه بدك تهرب من شيء؟ انه ايه انا الواقع اللي عايش فيه خلص صار كثير بشع علي، لانه انا بحياتي عندي حلم واحد، رغبه واحدة انه مثل. طيب ما لتمثل بدك توعى. عم بستعمل كل طاقاتي لاوصل لهذا المحل. فلما بلش عم بتطلع بشوف المجتمع اللي انا عايش فيه انه في تمثيل وهالقد رديء هالقد ضعيف هالقد وانا من جهتي مش عم ينعطاني الفرصه لاقدر ابين المواهب والطاقات الموجوده فيه. وصلت لمراحل خلص يعني عن جد ما فيك تكمل بقى هيك خلص. شو اللي قال لك انه انا يا جوليان فرحات انا لازم اوقف المخدرات؟ انا هذا الشيء عم بدمر لي حياتي. انا جربت اول شيء وقف كرمال حالي ما قدرت. بس شفت امي يعني شفت عم شو شفت عم تتكسر قدامي يعني عم وامي انسان جبيره انا كسرتها. ف خلص صرت فكر فيها، صرت كل ما اجي بدي اقرب فكر فيها خلص وقفت. رحت على مركز علاج ولا انت؟ لا انا لحالي بالبيت وقفت. كان سهل كان سهل عليك توقف؟ كثير صعب، متخيل الوجع الاوجاع الموت اللي بتحسي حالك خلص ما بدي اعيش لانه نفسيا بتكون محطمه على الاخر. بعد ما وقفت شي مره رجعت؟ يعني يصير في نكسه انتكاسه مثلا مره نهار عرفتي بس ارجع اكمش حالي دغري. انت اليوم جوليان شخص نظيف تماما من موضوع التعاطي المخدرات. ولا يمكن تضعف ولا يمكن ترجع خلص لانه ما يعني هذا الشيء بالماضي ما بقى له عازه بالنسبه لي. ما بقى في اغراء بالنسبه وأزاك. لي ما في شيء بيجذبني له بقى. واذاك اكيد اذاني. انا كل حياتي اشتغلت بس انا خلقان عايش ربيان بضيعه معزوله بعيده عن كل شيء. ما كنت حتى عارف انه بلبنان في تمثيل. مدرستي هي كانت هوليوود. نعم. الافلام الامريكيه. نعم. تعلمت لحالي انجليزي حفظ صرت احفظ شو بيحكوا لهجاتهم السكوتش البريتش ايريش امريكان كله تعلمته لحالي. تعلمت فنون ايطاليه سيوفي مارشال ارتس ساموراي كله لحالي تعلمته لحتى كرمال انه يصير ممثل احلى واحسن. ومثل ما قلت لك رحت وقعدت مع عالم زعران وعشت بالشارع ونمت بالحبوسه واختبرت كل الحياه من كل الميلات. رحت على افريقيا عشت مع القبايل لشوف كيف بيعيشوا. عشت مع هول البيجميز اللي مش شايفين ابيض بحياتهم صرت واحد منهم. فهيك كنت دائما عم نبش لشوف كيف في وسع حالي اكثر وفتح حالي اكثر وصير هيدا الشيء كثير حلو انك انت بنيت حالك. صح. وبنيت شخصيتك الفنيه. هيك انا لما فوت اعمل اوديشن او كاستنج عاده بطحنهم يعني للي عم بيحضروا لانه تطحنهم؟ شو يعني بطحنهم؟ لانه في انا في هذه الطاقه المليانه يعني شو ما تعطيني. على الرغم انك بتطحنهم وعلى الرغم كل هالمواهب بس انت اليوم بلا شغل جوليان بسبب
شخصيتك بسبب أفعالك وأرائك اللي خسرتك يعني كتير. بس أنه كمان بس مش بس هالقد، بسبب أنه في ناس شريرة موجودة بتأذي. أنت انأذيت بلا سبب؟ مش بلا سبب، بس أنا حدا رياكتيف، يعني بعمل ردة فعل. ردة فعل. لما شفت ناس عم بيجربوا يأذوني أنا هيك شخصيتي، قلت لهم لا مش أنتوا بتأذوني. مين اللي كان عم بيجربوا؟ مين اللي كان؟ أنا بأذي، ما بدي شو، ما بدي أسمي. اصلا انا ما بعرف، انا لما فت على الحب الحقيقي ما بقى ممثل لبناني، ما تلفن للمنتجه وما تلفن لباميلا ومين وليش وليش هو باميلا الكيك عم تحكي. وما منه منيح وما بيسوج طب ليه؟ ما بيعرفوا شيء عني، ما بيعرفوا انا مين. انت بالحب الحقيقي عمل دور كتير حلو، وبس ما من بعدها اخذت ادوار تانية. ليه؟ شو السبب؟ لانه طالع صيت علي مش حلو. هو صيت شو غلطه عمرك جوليان اللي عملتها على مستوى المهني اللي اذتك مهنيا؟ خلينا هيك نفتح غلطة الأمور. عمري أن عملت ردة فعل، أن طلعت على السوشيال ميديا صرت بهدل وشرحت وعرفت طلعت فرجيت العالم أنه أنا كنت ما بدي الناس بقى تشوفني كركان، هذا الإنسان المنيح المحب بدي يشوفه وجه الثاني، ابن الشارع الزقائق. ما بعرف ليه هيك خلص فصلت. فصلت مقهور معصب مش فصلت يعني إيه؟ انت اوكي، بس نوضح للمشاهدين، انت النقطة المفصلية اللي صارت بحياتك وتداول اسمك هو لما طلعت شتمت وأذيت الفنانة النجمة الممثلة ماجي بوغصن. ده انا ما طلعت شتمتها وما أذيتها، انا طلعت خبرت شو صار، هذا اللي صار. انا شتمتها لما وصلني خبر انه عم بيطلع حكي علي انه انا بتعاطى اونسات وبسرق وانا منعاطي من قلبي ومن روحي. يمكن هاي المعلومات غلط ما بعرف، بس وصلت لي هالمعلومات، وانا كوني حدا رياكتيف عملت ردة فعل، لقى التليفون وبعت مسج منه حلو شخصي، اخذوه ونزلوه على النيابه العامه ورفعوا دعوه علي. هددت بالمسج بالرساله؟ ما هددت، كان فيها تهديد لانه ما ممكن يروحوا على النيابه. التهديد هو انه ما تحكي علي، احنا ما نروح على الصحافه. ايه جوليان اذا ما في يعني بس انا ما عندي النية، ما بيروحوا على النيابه. انا ما عندي النية، شو بدي اعمل؟ ما في ناس مشكله، ناس بتعرف النوايا يعني. انا لما توصلني رساله انا تقبلت هذا الشيء. نعم. ورحت على اخذوني على التحقيق ومضوني على تعهد ما بقى اجيب سيرتها وخلص، على اساس انتهيت هون. نعم. ورحت عشت انا سنه بعيد، سنه ما في شيء، ما في شغل، ما في شيء. برجع على بيتي على بيت اهلي بلاقي اهلي مش طبيعيه، شو في شو بكم؟ بتقول لي امي في هاد، امي بس بيوعى تعمل شيء، اوعى تحكي شيء، في هاد الدعوه بعدها ونص مليون دولار. واهلي متحبشين يعني. في دعوة مقدمة مرفوعة عليك من الممثلة ماجي بوغصن بنص مليون دولار. ما خليت حدا الناس مقربين عم بترجع عم بوس اجرين بدك يا اختي خلص. انا خسرت، انت ربع، انت الله، بس انا خلص ما صلصلنا اي جواب اي رد. صلنا على فترة اعياد ولا امي وبي هيك مش مزبوطين يعني، فخلص انا صرت مزروق بالزاوية وما عاش عندي خيار. طلعت على السوشيال ميديا وخبرت القصة، العالم جنت عملت هيدي الفقعة وصار في ضغط كثير كبير عليها. حكيتنا دقت لك ماجي؟ شو صار الحديث؟ شو كان؟ انت خيي ونحن اخوه وكيف، قلت لها شو بدك لحتى تشيل الدعوه؟ قالت لي بتطلع بتقول انك انت ومعلوماتك غلط وبتعتذر. قلت لها انا شو بدك لحتى تشيل الدعوه؟ نعم. قالت لي اعتذر وقول انك انت معلوماتك. حصل هيدا الشيء؟ طلعت واعتذرت وانا ما بدي شيء، بدي بس شيل الدعوه عني، بدي اشوف اهل الناحيه. وانشالت الدعوه؟ شالت الدعوه، بس ما بقي انسان ما بزق علي بلبنان، لانه كلهم فكروا انه اشترتني او دفعوا لي او شو بعرفنا او ضغطوا علي او انا عملت هالشيء كرمال الشهره. من بعد ما انشالت الدعوة وخلص يعني قعدت بالبيت، خلص ما بقى اجاك شغل؟ بطل في شيء اسمه جوليان فرحات بالوجود. بطل في شيء اسمه جوليان فرحات بالوجود؟ بالوسط الفني خلص. ما يوصلني خبر الـ LBC ان جوليان فرحات ما بحياته بيطلع على التلفزيون بقى.
من هون من هون من هون. وانا كل مره شوف مسلسل او احضر شيء اطلع معصب وبلش بهدل. هذا الغلط اللي انا عملت، ندمان عليه، هذا الغلط اللي عملته، انه صرت اطلع واحكي 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 على السوشيال ميديا. انا اصلا صرت عدائي، ما صرت عندي هذا الريتش عدائي الواسع، يعني يمكن شي 10 يمكن بيحضرون 10 بس انه ليه هالقد مقلل من قيمه نفسك؟ لا انه هيك نشوف، انا عندي فيو 10 اشخاص، يمكن هي توصل لناس كثار، بس انه المبينين عم بيحضروا هن شي 10. تطلع تسب انت وتبهدل وهيدا الشيء ما وصلك لمطرح، هيدا الشيء خلص عزلني نهائيا، يعني بمحل ما جوليان، هيدا كان الختم يعني على التابوت. هون مين المسؤول؟ مش انت؟ اكيد انا بكلهم انا مسؤول، مش انه بس هون، بس عم خبرك انه في عوامل خارجيه كمان. نعم مش عم بنكر انه انا انتبه جوليان، انا عم بسال كثير وما بد ما عم دينك، بس عم بسال كثير لانه كلنا بنغلط، واذا عملنا تقييم هيك لحالنا يعني تكاشفنا مع نفسنا مع حالنا ممكن يعني نوصل لحل لاي ازمه. انت شاب موهوب. انا ما كان عندي حدا يلجمني، ما كان عندي حدا ينصحني، حدا يقول لي روق اهدى، ففلت. جربت من بعدها تتواصل مع ماجي بغصن وتقلها انا حابب مثل كذا مره جربت وبليز انه بدكم اياه، واذا بنعمل مسلسل مع بعض والله منطح بشدني. انتوا مثلتوا سوا قبل كراميل. خلص اكسوا علي، اجاني فرصه مع غير شركه. مش لانه نقزوا منك بمحل ما؟ يعني جربوا تجربه ما حلوه. اكيد اكيد انا ما بلوم حدا، حقهم. جينا مع شركه ثانيه معروفه مرتبه على اساس اعطوني دور صغير بمسلسل مهم، شركه الصباح عطوك دور بخمسه ونص. صح. وعلى اساس انه من بعدها بنكمل بالشغل مع بعض، عملنا خمسه ونص بطل في شيء اسمه صباح. مثلت الدور اللي هو صغير. مثلته وعطيت كثير زياده، حلقت شعري كرماله للدور، كرمال مشهد. ومن بعدها ما كان، ما بقى صار في تواصل ابدا. ومن وقتها رجعت طلعت وبلشت بهدل. رجعت طلعت بهدلت. انت مين بتبهدل؟ بهدل بالشركات اللي مع بعض؟ حكيت عن شركه الصباح انه شو انه كيف بس جوليان بتستغلوا الناس وبتكبون، يعني كيف تتوقع شركات تطلب فنان ممثل اعلامي مين ما كان يكون اذا كان ما عطيوني شغل انا بدي اطلع سبهم؟ ما لي حق، انا فيني اقعد 10 سنين بالبيت ما حدا يدق بابي. انا مش قصه ما عطيوني شغل، قصه انه هيك اتفقنا، انه اتفقنا انه انا اعطيك اسمي كرمال دور صغير بمسلسلك. نعم. عرفت وعدوك يعني بشيء؟ وانت وعدوني وجابوني على ايفنت شيء كان كانسر او شيء هيك تشاريتي. نعم. خربت الدنيا، ما خليت حدا، ورقصت الناس وعرفت لما صبحت اللي خلص انت من العائله وصرت. فانت لما ما عم تنعطى فرصة أو دور عم تطلع تسب الشركات، اليوم بعدك عم تعمل هالشي جوليان؟ لا صار لي فترة خلص. قديه صار لك موقف؟ مش بعرف شي سنة يمكن. شو بيضمن للناس أو للشركات اللي بدي يشتغلوا معك؟ خلص أصلا ما عادش في شي يقوله بقى، يعني ما عادش في شي تقوله. وأنا أصلا ما بقى عندي اهتمام، أنا هلا بلشت عم فالي من اللي أنا ما بقى مش باقي بلبنان. لوين رايح؟ أنا كان حلمي أبقى بلبنان كل حياتي لو شو ما صار. لوين رايح؟ فعلا على كندا. ان شاء الله برجع بيجيك شغل وتضلك هون، لانه نحن ما بدنا نخسر اي موهبه، وانت موهبه يعني شاب عنده موهبه. بدي اروح على موضوع ثاني، توفى بيك من زمان؟ من شي سنتين. كيف توفى؟ سكت قلبي. الله يرحمه. ليه طلعت وقلت انا قتلت بي؟ ما قلت انا قتلت بي، ما قلتها بهالطريقه، بس قلت انه مات من وراي. مات مقهور علي. هذا القهر الشيء اللي عرفته، كل ليله يفوت على التخت مقهور ينام، ليله فات نام ما فاق. بس ليه انت عم تحمل حالك هيدا الذنب؟ لانه الحق علي، لانه انا كنت ليلتها عم ما بعرف شو صاير، عم بحكي مع امي على التليفون وعم بعيط وصرخ، وهو سمع من برا فانقهر وفات نام وما فاق. انت كنت عدائي كمان مع اهلك؟ قد ما خنقني هذا الشيء اختفيت، رحت
ما قدرت روح على الدفن تبعه، ما قدرت شوفه بالتابوت، ما مسا ما. انت الابن الوحيد بالعائلة يعني الشاب الوحيد لبيك، وما رح تدفن بأي، هذا الشيء انا الوحيد الندمان عليه بكل شيء عملته بكل حياتي، هذا ندمي. انا ما انا ثلاث ارباع الضيعة حملهم طوبيتهم وفوتهم على المقابر الا بيي، هذا الشيء رح حمله معي لاخر لحظة من حياتي. وهذا الشيء استعملته أخذته بفيلم بروكن كيز، كان عندي مشهد كمان في بارالل لهذا الشيء، بقتل الإنسان مثل بي لإلي للشخصية طبعاً. وفي حالة يعني في حالة غضب وقهر فاستعملته. الواضح من اللي عم بسمعه هلا يعني أنت يعني عم تحكي سوري، لو ما صارت كل هالمشاكل وكل هالشيء يمكن كان بعده عايش مرتاح، بس كل هالقهر والزعل يوم ورا يوم ورا يوم الا ما يعطي. شو علمك هالشيء؟ علمتني طحنتني، صرت بالارض. انا علمتني التواضع غصبا عني. انت اليوم متواضع ولا مكسور؟ اثنين. اذا بدك تقول شيء لروح بيك هيك او شيء ما قدرت تقله اياه بحياتك لبيك، شو بتقله هلا؟ لو فرضنا كان عم يسمعك. ماشي بقول له سامحني، بس يا ريت كان في يكون افضل، يا ريت كان في فرجي عن جد. انا مين؟ انت مين؟ انا روح مرهف، كتلة مشاعر. بس ربنا أعطانا عقل وروح وجسد، يعني الإنسان مهما كان فنان مهما كان مبدع آخر شيء بده يستعمل عقله. أنت بمحل ما كأنك غيبت العقل، فقدت عقلي. شي مرة جربت تروح عند طبيب عند معالج؟ جربت. رحت عند أي نوع من الاختصاصية؟ رحت عند سيكياترو وعند سيكولوج. ايه أنت اللي رحت أو حدا أخذك؟ أنا رحت. شو قالوا لك؟ عندي مش بايبولاريتي، عندي مثل البايبولاريتي اضطراب بالشخصية، انه اكستريم يعني متطرف، نط من 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 اكستريم لاكستريم، من كتير زعل لكتير، من يوفوريا ليأس. مش بايبولر؟ لا، نوع من البايبولر. اخذت علاج يعني؟ هيدا النوع من الامراض هو شائع جدا، ولما نحكي عنه مثله مثل اي مرض تاني، يعني سكري ضغط قلب بناخذ له ادويه. تاخذ ادويه؟ صح. إيه. لتعدل هيدي المواد دويين عندك؟ ايه باخذهم. طب جوليان، من بعد ما بلشت العلاج واخذت الدواء ومقتنع انت انه انت بحاجه لهيدا الدواء وللعلاج، تغيرت حياتك؟ تغيرت نمط تفكيرك؟ اكيد تغيرت نمط تفكيري. شو اللي تغير فيك؟ تغيرت طريقة تفكيري، طريقة نظرتي للأشياء. الحقد خف شوي. الغضب على اتجاه المجتمع والعدائية خفت؟ أكيد، وخصوصا من بعد اللي صار، يعني كورونا والثورة وكل الأشياء، شفت المجتمع تبعي كله صار حالته مثل ما بقى عندي سبب أنا أكون زعلان. كنت لحالي أول شيء يأسان وزعلان ومقهور، بعدين صار البلد كله هيك، بعد إلي عين. ليش شتمت المرأة؟ مرأة؟ وشبهتها بالسيارة؟ هذا الشيء ما انه مزبوط. هذا الشيء انا عن جد كسرني، لانه اقول لك اول شيء من الاول، انا بالنسبه لي نظرتي للمرأة انا بعتبرها مش متساوية مع الرجل، بعتبرها متقدمة عنه. ومش بس هذا رأيي، انا بالنسبه لي بتطلع بالطبيعة، الطبيعة بتخبرني انه الفيميل هي دائما هي الأم، هي اللي بتربي الأولاد، هي اللي بتتصيد. الأنثى ايه، والميل شغلته بس يذكر، ما له عازة أكتر من هيك. هل قد عم يعني كان بتقلل من بس الرجل؟ نحن لو مجتمعنا بيسلم، لو منه ذكوري مجتمعنا، مجتمع العالم كله سوا، لو منه ذكوري لو بيسلموا شوية للمرأة كنا من حروب أقل، كنا بمجتمع لطيف أكتر. إذا المرأة حكمت العالم بتعتقد إنه يتأنسن هذا العالم إذا حكمته أنثى؟ ولما أنا طلعت بهذا البرنامج ما أعرف إذا هو فخ كان، أنت طلعت مع الزميل نيشان. إيه. ببرنامج أنا هيك. صح. حكيت عن المساكنة، بس كرمال كمان يتوضح. حكيت عن المساكنة وقلت إنه المرأة مثل السيارة. لا، ما قلت المرأة مثل السيارة. شو قلت؟ يلا وضح. قلت له أنا إذا الإنسان
إنسان كان مرأة أو رجال بده يلتزم بشيء، التزام كان بيت بده يشتريه، كان سيارة بده يشتريها، كان سيارة بده يشتريها، قلت سيارة، إن كان تاتو بده يحطه، أفضل إنه يكون عامل أبحاث، يعني أفضل يكون مختبر لا يعرف أي الأفضل له. يعني إذا بده يشتري سيارة أفضل يكون مجرب سيارات لا يعرف أي سيارة بفضلها، أي سيارة بيرتاح لها أكتر. فهم إنه أنت عم تشبه المرأة بالسيارة. أنت عم تشبه، قلت له لا ما عم بقول أنا رجال يشتري مرأة، أنا عم بقول إذا كان رجال أو مرأة بده يشتري سيارة، مرأة إذا بتشتري سيارة حلو تجرب عدة سيارات لا تعرف أي بالنسبة. أنت هون عم تحكي عن المساكنة بحد ذاتها. صح. نعم. الفكرة هي إنه المساكنة، أنا عم بحكي عن المساكنة اللي هي عم تشبهها بالسيارة. مشبه المساكنة بالسيارة بالبيت أي هو الالتزام. قدين أذيت بسبب هيدا التصريح؟ أذيت نفسيا أنا برا ما آخر همي، بس الأذانة أنه المجتمع صار يشوفنا أنا إنسان ذكوري، وأن نحن عايشين ببلد في 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 أغاني مثل 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 نحن معنا بنات تتوظف بشهادتها، أنت شغلتك بالحياة تكوني رئيس جمهورية قلبي أكثر من هيك مالك عازة. انت ضد هيدا النوع من الاغاني؟ اكيد ضد، وعم بيغنوا مبسوطين عم بيزقفوا انه كيف هيك غنى، او شو بتعمل او تنورتها جننت الدنيا، انه هال الطريقه ال بتعمل اشمئزاز، تعمل لي اشمئزاز كيف بيحكوا عن المره كيف بيوصفوها، او حتى هي المره بحد ذاتها كيف بتقدم حالها مرات بمجتمعنا، كيف بتغنيه او فيديو كليب الجولف او واتل. طب انه عرفتي هول ما حدا عنده مشكله معهم راضيين عليهم، بس صارت المشكله انه انا شبهت المره بالسياره خربت الدنيا كلها سوا، وانا ما شبهتها. وبعدها بيومين ثلاثه طلع الزميل القصي خولي كان بمقابله على الام بي سي وسالوه انت شو رايك بين نادين جام وسلاف وسلافه معه، قال لهم انا الناس بيحبوا جي 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 3 وناس بيحبوا جاكوار وناس بيحبوا رولز رويس، انا بحب شبههم بالسيارة بشكل واضح وما حدا قال شيء. أنا ما تابعت طلعت وقت قصاي الخولي. ليه برأيك شتموك لإلك وما شتموا قصاي الخولي؟ لأنه ما بعرف هو بغير محل موقع إنه ما لا يشتم، أو أنا في كان في ناس ناطرينها يمكن هاي الشغلة. صوفتك حمرا بنقول باللبناني؟ شو؟ صوفتك حمرا بنقول بالمثل الشعبي. 100%. جوليان فرحات، انت مثلت مع نادين لبكه بفيلم اخترتك من بين يعني بالكاست من بين 2000 شخص. صح. كانت فرصه كتير حلوه، ما تكررت هالتجربه مع لا. نادين صار مشكل شتمت ابدا كمان؟ ابدا بالعكس. بس انه نادين تعرفيها كتير بيكي بافلامه وكتير قليل لتعمل، انتقائيه يعني. وقليل لت ثائبت، عملت فيلم تاني ما كان في دور. تتوقع ترجع تاخذ دور حلمك، دور البطوله اللي اخذته بالحب الحقيقي؟ انا هذا حلمي، انا ما بيهمني سينما، ما بيهمني شهره، ما بيهمني حتى برا، انا بحب اشتغل بالدراما اللبنانيه، هول المسلسلات بحب اكون فيهم. شو بدك تقول هلا جوليان اللي عم بتابعونا من منتجين سواء بلبنان او بسوريا او بالعالم العربي؟ ممكن يجيك دور مش بالضروره بس دراما لبنانيه، شو بتقول؟ كيف تقدم حالك اليوم بعد كل اللي صار معك؟ انا ما بدي اقول شيء عن حالي، انا كل اللي بقوله بجرب اقوله انه حرام، نحن بلبنان عندنا مواهب مش معنا، عندنا ناس عندهم قدرات. نعم. عندنا ممثلين كثير قوايا قاعدين ببيوتهم او بياخذوا دور ثانوي وثالث وما ببينوا مزبوط، وين انه يمكن ملك الجمال او عارضة ازياء هي اخذت الدور الاساسي. انه عرفتي انه لا اذا موهوبه ليه لا؟ انا اللي شو موهوبه؟ موهوبه انها حلوه؟ لا لا لا، في ناس جميلات واثبتنا هالشيء، جميلات جدا وملكات جمال. نادين نسيب نجام ملكة نادين جمال. اوكي نادين نسيب موهوبة حلوة وموهوبة، هي الوحيدة الموهوبة. باميلا الكيك حلوة وموهوبة. باميلا الكيك مالنا ملكة جمال ولكن جميلة. سيرين عبد النور حلوة وموهوبة. ما عندي مشكلة ضد الجمال اذا عم نحكي عن اللبنانيات، وانا ما عندي مشكلة مع كل هول اللي سميتيهم. دانييلا رحمة حلوة وموهوبة، ماجي بغصن حلوة وموهوبة، يعني عم نحكي عن شخصيات جميلات. ما هو اخر شيء كمان بس انا مش هول، مش غلط، انا كل هول اللي سميتيهم انا ما عندي مشكله معهم. انت مع مين عندك مشكله؟ ما بديش سمي، بس في اشخاص مش خارج يكونوا بهذا المحل عم ينعطاهم اولويه.
أنا ما بدي أعمل لك مشاكل ولا بدي أصلاً تفوت بتسميات، بس بدي هيك منك رسالة واضحة. قدم حالك. أنا رسالتي هي أنه لشركة الإنتاج بلبنان، أنه لما بدك تعمل عمل أنت ما يكون بس هدفك المصاري أو الريتينجز، يكون هدفك شوي الفن عن جد، تحطوا رسالة بشي، يكون أعمق شوي، اشتغلوا على النص أكتر، جيبوا ممثلين ويا للأدوار كلها، حتى لو دور صغير جيبوا ممثل. وكجوليان كأنت اللي عندك تجارب وهن عندهم تجارب سيئة سابقة معك، وفي مثل بيطلع هيك، أنا لإلي بيطلع عنوان، برجع لك أنا ما بطلب شيء لإلي، ما بدي شيء، حدا حب يآمن فيه يشتغل معي أهله وسهلا. بتقلهم جربوني وما رح تندموا؟ ما بقلهم إياها، ما بدي. شو بتقول؟ ما بقول شيء، عم بقول لك أنا ما بقول شيء. بحبوا يجربوني أهلا وسهلا، ما حبوا. إذا حبوا يجربوك بشو بتوعد؟ يعني شو عندك مختلف؟ أنا بضمن، ما بوعد، بضمن إنه أنا بعطي، بتطلبي 2% بعطيك 60. طب بتضمن شخصية لا عدائية؟ لأنه كمان آخر شيء مش بس نحن بنقدم مهنتنا، في شخصيتنا يعني. أنا لما كنت عم بشتغل، ما لما كنت عم صور الحب الحقيقي ما كان طالع حس. انت جوليان اذا عم تشتغل بتكون مسالم، واذا ما عم تشتغل بتصير عدائي. مش اذا ما عم لما انزرك بالزاويه ويصير معي كل هالمشاكل واقعد 4 سنين بالبيت بتصير، مش انه انا انها جمعه ما اشتغلت وعملت هالردة فعل. هل بتوعد انك ما بقى تصير عدائي حتى تحت اي ضغط وتحت اي ظرف؟ هذا الشيء ما بوعدهم، بوعده لحالي. ايه انا بينك وبين حالك. انا مدين لإلي لحالي اني ما بقى اتصرف بهالطريقه. توعد حالك انه انت ما بقى تتصرف عدائي تجاه الاخرين كرمال حالك. اول شيء، ثاني شيء كرمالهم، كرمال هذا المجال، كرمال التمثيل اللي بتحبه كثير. اكيد. اخر كلمه بدك تقول شيء جوليان؟ مرتاح كنت معي بهاللقاء؟ ايه شوي، بس كمان نقزان شوي. ليه؟ لانه ما بعرف، انا دائما بنفهم غلط. وانا بشكرك كثير على صراحتك جوليان. ميرسي. وعلى هيك المكاشفه اللي عملتها. وانا بتشكرك على الفرصه، وان شاء الله تكون يعني هي هذه الفرصه إن شاء الله. ان شاء الله تكون يعني تغير شيء ان شاء الله. ميرسي. شكرا. جوليان فرحات اكيد اذى نفسه واذى الاخرين، يمكن من دون ما بيقصد، لكن مثل ما كل انسان بيستحق فرصه ثانيه، ايضا جوليان بيستحق فرصه ثانيه. قصة انتحال صفا وتزوير من أقرب الناس. بنسمع قصة نوال نصر. مساء الخير ست نوال، أهلا وسهلا فيك. نوال نصر، أنت قصتك قصة. نعم. بدنا نسمع الليلة. نعم. خبريني كيف بلشت قصتك؟ أنا تجوزت وطلعت على سوريا. أنت لبنانية؟ نعم. تزوجتي سوري؟ نعم. نعم. ضليت فرد صاحبي 20 سنة ما جيت. عشت بسوريا؟ على لبنان. ايه. نعم. من فترة يعني انه سمعت عم بيغيروا الهويات، عم بيجددوها. نعم. جيت انا بدي جدد هويتي، فت على النفوس بشوي فات. طلعت هيك قلت له بدي اسم نوال نصر. قال لي انت زوجة حسن فخر الدين. قلت له لا انا ماني متزوجه حسن فخر الدين. انت مين متزوجه؟ انا متزوجه عبد الهادي الاخرس. مواطن سوري؟ من سوريا. نعم. هون يعني انا كنت مجهزه الصور مشان الاخراج الايد وهيك، لما سمعت هالخبر ما بعرف انهارت اعصابي، ما بعرف شو صابني. مين الاسم اللي ذكروا لك اياه بتعرفيه؟ اي جوز اختي. نوال نصر متزوجة من عبد الهادي الأخرس، هو مواطن سوري، عشتي بسوريا. جيتي لتعمل الهوية وراق ثبوتية، خبروك بالدوائر الرسمية أنك متزوجة من حسن فخر الدين اللي هو زوج أختك. كيف هيك؟
ما بعرف شو صار لحتى هيك صار التسجيل. انا من هون من هالمرحله هي طلعت لعندها على بعقلي عند اختك. نعم بعرف انه صرت اسال عنهم لانه قطعت فتره عنهم انا من بعد ما البابا راح معي وكتب لي كتابي بالمحكمه الشرعيه بحما وصرت اسال عن بيت خليل رافع نصر. مهم دلوني على بيتهم. مين خليل رافع نصر؟ بابا الله يرحمه. انت نوال هون رحتي لعند اختك على بعقلين عم بتقولي؟ نعم رحت لعندها. اختك شو اسمها؟ هدى نصر. شو قلتي لها لهدى؟ قلت لها أنا نزلت على شويفات على النفوس بدي طالع اسمي. شو هي بيقولوا لي إنك متزوجة من حسن فخر الدين؟ شو هيدا؟ أنا شو عم بسمع؟ قامت قالت لي خلص خلص أنا بكرة بنزل أنا وياكي على علي وببشر بالورق إنه منخلص الأمور هاي وإن شاء الله ما بتكوني غير راضية. ليه بس عفوا اختك استخدمت اسمك انتحلت نعم. صفه؟ نعم ايه اخذت اسمي من عند المختار بشويفات تزوجت عليا وسجلت اولادها عليا معي اثباتات وورا. ليه اختك هدى استعملت اسمك لتتزوج وتعمل هيدا الاوراق باسمك؟ ليه ما استخدمت اسمها الشخصي؟ ما بعرف هني كانوا بيقولوا انه ما لها اسم بالنفوس. بيك ما مسجلها بالنفوس؟ والله ما بعرف. انا لاني تزوجت وطلعت براتهم. شو يعني طلعتي براتهم؟ عفوا بدي ادخل بامور إيه شوي سافرت على بلد ثاني. ايه بس انت انقطعتي عن اهلك؟ يعني كان في تواصل مع الاهل كونك تزوجتي من غير دين؟ لا مع البابا والماما بس كنت اتواصل. اخواتك ما اخواتي كانوا صغار انا اكبر وحده فيهم بعد الصبي. نعم بس انت زواجك من غير طائفة او من غير دين ما اثر على علاقتك باهلك او على حياتك؟ على امي وابوي لا. عمين بس أثر. لما كبروا اخواتي الشباب هن صاروا بقى شو يستحوا فينا انه نحن محجبين وعم نطلع لعندهم. ليه المحجبه ما يعني ما فهمت؟ ما بعرف هيك الشيخة بتلبس حجاب وبتلتزم ملتزمة يعني بشكلها. والله هذا الشيء رأيهم و... هل ممكن لأنه حجابك مختلف؟ والله ما يعني شكل حجابك هو مش حجاب درزي؟ عفوا على السؤال ولكن لأنه ممكن هيدا الشيء أثر على علاقتك إيه بجوز يعني إنه ما بيعودوا يحترمون هن الطائفة يعني ما بتعود تحترمون إنه بنتهم طالعة برات. بعيدا عن هيدا الموضوع برجع لموضوع أختك. قالت لك أختك نظبط الموضوع وهي ما كانت مسجلة بالنفوس بس هيدا الشيء غير قانوني. يعني إذا كان بيك منه مسجل أختك وأختك انتحلت شخصيتك بيك عمل غلط اختك كمان ارتكبت جنايه يعني بهذا اهم شيء المختار يعني هذا المختار كيف بيسلبهم اسم ما بيكون إلها يعني كيف عطاهم اسمي كيف عطاهم اسمي انا حارق قلبي انه كيف عطاهم اسمي وتجوزت على اسمي وسجلت اولادها وجوزها على اسمي. بسوريا اي هويه بتستعملي اشتغلت بهويتي اللبنانيه بس اخر شيء اي حاجز امر عليه يقول لي هي هويه انتهت مدتها ابعتي على اهلك يبعثوا لك اخراج ايد مشان يعني تقدري تسافري على الحدود فيها مشان تيجي تساوي ورائك. نوال قانونا تسوت الامور يعني انت اسمك استرجعتي هويتك باسمك وهي صار عندها هويه باسمها؟ لا ما استرجعت لي اموري. لا ما استرجعت لي اموري. ليه؟ بس هي طالعت هويه باسم مين؟ باسم هدى نصر. وهدى نصر مزوجه من زوجها حسن اللي حسن فخر الدين؟ لا خلص طلقت؟ نعم. انت ليه ما طلعتي هويه او طلعتي هويه باسمك؟ طيب انا بدي طالع هويه باسمي بس بدها تيجي مطلقه من حسن فخر الدين واولادها علي انا شو بدي اعمل فيها؟ شو بدي فيها؟ يعني انت بعدك ما قدرت تطلعي هويه باسمك لحتى يثبت انه هدى اختك مطلقه من حسن نصر الدين؟ هي مطلقه بس اولادها لسه على هويه على الاخراج الايد عندي. طب هي اعترفت بالقانون انه انتحلت صفه اختها؟ نعم
موجودين معي الورق. وين العائق انه القضاء ياخذ مجراه؟ ما بدها تتوقف وهي عم تنهزم من هالتوقيف هذا. اختك لازم تتوقف؟ لازم تتوقف. وعم وين وعم بيقولوا لي سقطي حقك. وين اختك؟ موجوده بعلي. ليه ما بوقف القضاء؟ ما بعرف. حصلتي على حقك بالقضاء؟ لا. ولا قضيتك بعدها بالمحاكم؟ بعدها بالمحاكم. شو المانع؟ اختك امتثلت امام القانون واسقطت يعني صفة انتحار؟ اعترفت. نعم. بس ما يعني ما عملوا معاها شيء. ليه القانون ما اخذ مجرى؟ ما بعرف. شو عم تعملي اليوم؟ انت شو عم تعملي؟ عم تروحي بتلجئي الى لوين عم بتروحي؟ عم بروح عب عبده. نعم. على التحريه. شو بيقولوا لك؟ نحن بنبعث لك. نبعث لك شو؟ نبعث لك بنقول لك انه مثلا طلعت من عندنا صارت عند القاضي فلان. طيب اعطوني رقم الدعوه واعطوني اسم القاضي اللي استلمها. ما عم يعطوني. كيف علاقتك باختك اليوم اللي سرقت لك هويتك؟ علاقتي انتهت من 3 سنين من وقتها ما طلعوني من سوريا. انت ليه طلعتي من سوريا؟ لتغيري ورائك؟ نعم. هدفي وين؟ لغير ورائي. حاج كل ما مر على حاجز يوقفوني. انت ما عم ترجعي؟ ما قادره ترجعي على سوريا بسبب انه ما عندك اوراق قانونيه باسمك. زوجك وين؟ توفى من زمان. كانوا اولادي صغار. اولادك وين؟ واحد بتركيا، واحد بحما، هذا الصغير معي. الله يخليهم. عندي بنوتين. ليه ما حصلتي على الجنسية السورية؟ أنا ما داعيت فيها، ما بعرف إنه لازم طالع إقامة أو جنسية سورية. ولما إجوا قالوا لي بدها تسقط جنسيتك اللبنانية، قلت لهم ما بدي. عهوات أنا يعني انه اذا سقطت جنسيتي اللبنانيه انا عم فكر لاولادي يوم من الايام بلكي انا طلعت انا وياهم برات سوريا جيت عشت انا وياهم هون ما بيعودوا يطلع لهم اقامه. وين الهويه اللي عم تتنقلي فيها؟ شكرا. هيدي الهويه القديمه بتذكرها. منيح اللي محافظه لهلا. هيدا الاثبات انه انت نوال نصر. نعم. اللي عم تحكيه هو كله. نعم. صدق، ما في اي تلاعب بالكلام. لا لانه بتعرفي اخي احنا عم نعرض قصه وفي مصداقيتنا قدام الراي العام. نعم. عندك محامي نوال؟ لا. نوال ليه ما عينتي محامي من بعدها؟ ما قدرتي. خبريني صراحه، ما قدرتك؟ ما انا كنت مستلمه تربيه الاولاد. قدرتك الماديه ما بتسمح انك تعيني محامي؟ أنا بعتقد لو في محامي مستلم قضيتك كانت انحلت هيدا القضية. ما إلك كثير ناس تساعدك للأسف يعني بحياتك، تزوجتي، أهلك فقدتيهم، أختك انتحلت شخصيتك، عم تربي أولادك، زوجك توفى، وعشتي بسوريا ورجعتي على لبنان. شو بدك تقولي من خلال شو القصة؟ بهمني أني أمن أولادي ما ينهانوا لأنهم مانوا لبنانية. هوي بس ما في مثل سلة بندورة إذا انتزع فيها راس بندورة عم بتطرطش على الكل. أنا يعني بعرف كيف مربي أولادي. بس أنت بتعرفي إنه نحن بلبنان وبكل الدول العربية اليوم في أعداد كبيرة من المواطنين يعني من السوريين عم بيعيشوا مع اللبنانيين، في ناس منيح مثل ما هي عم بياكلوا. في سوري جيد وسوري غير جيد، في لبناني. نعم. جيد ولبناني غير جيد، فلسطيني جيد. نعم. يعني من كل أكيد. الإنسان هو إنسان، فبالتالي في خير وشر، مش جنسيته اللي بتحدد إذا كان منيح أو غير سوي بأخلاقه سلوكه. أكيد. أكيد. طبعا هيدا الشيء اللي عم تقوليه كمان ممكن يكون موجود عند بعض الناس وبعض البيئات، هيدا العنصرية مرفوضة. نعم. بس أنا من خلال شو القصة نوال بدي ناشد، يعني أنا كتير تعاطفت مع قصتك ومع قضيتك، وإذا بدي أحط حالي محلك أصعب شيء الإنسان يعيش بلا هوية ويكون حدا من تحله شخصيته وأم عم تربي أولاد وما إلها حدا. فأنا بدي ناشد أهل الخير، في كتير ناس دارسين وعندهم شهادات وعندهم خبرة بموضوع المحاماة وبالتعامل
كسب القضايا المحقة. فبتمنى من اللي عم يسمعونا الليلة من محاميين ومحاميات أو أهل خير بحبوا يساعدوا نوال، فعلا هيدي قضية إنسانية جدا مهمة، ممكن أي حدا يتبرع أنه يتبنى هيدي القضية ويساعد إنسانة ويساعد ولادها، لأنه هيدول الولاد عم بعيشوا كمان بضياع. فبناشد وبرفع الصوت من خلال شو القصة، وأي حدا بحب يساعد يتواصل معنا على إيميل البرنامج اللي عم بيظهر أمامكم على الشاشة. شكرا كتير نوال لك، وإن شاء الله يا رب قضيتك تبصر النور بالحق يا رب بأسرع وقت. شكرا أنك شاركتينا بشو القصة. مشاهدين أسمعتوا قصة نوال، بتمنى أنكم تتفاعلوا مع هيدي القصة وتساعدوها. من شخصية نهى الجريئة بكسر عظم لغير شخصيات نانسي خوري، مشروع نجمة من العيار الثقيل. مساء الخير نانسي. اهلا اهلا فيكي وميرسي على الاستضافة. منقول نجمة ولا ممثلة؟ لا ممثلة لأنه كتار متنبئين لك بالنجومية، أنت شو متوقع على حالك؟ أنا يعني المهم انه يكون الشغل منيح دائما وحلو ونعمل شيء منيح للجمهور، وباقي الالقاب هيك بتجي لحالها ان شاء الله ان شاء الله. نانسي بدي احكي بمسلسل كسر عظم اللي شخصيتك فيه هيك مميزه واثارت الجدل، طبعا في كثير اعمال رح نحكي فيها هيك نمرق فيها نمرق عليها عرضا، ولكن بدي احكي عن شخصيه نهى بكسر عظم. نهى اللي هي طالبه جامعيه وبذات الوقت تعمل في الدعاره، شو هالتناقض بهالشخصية؟ هلا يعني كثير كثير هيدا يعني هيدا المقطع بالذات كثير العالم كثير صار في جدل عليه، انه هي معقول طالبة جامعة ووصلت لهذا المكان. انا برأيي انا بشوف انه ايه في هيك قصص موجودة بالحياة الحقيقية، وممكن الظروف المحيطة بالصبية توصلها لمكان مثل المكان اللي وصلت له لها، فايه هذا الاحتمال موجود. انا ترددتي وكثير ترددت نانسي قبل ما تاخدي هيدا الدور او تقبلي تلعبيه؟ التردد ما كان شيء له علاقه بالجرأه انه دور جريء او لا، كان تردد انه انا فعلا ماني عامله هيك شخصيه قبل، يعني شخصيه هيك كثير يعني تقريبا هي اقرب شوي اكثر للكاركتر، وهي كثير بعيده عن كل شيء عملته، فانا شو مترددت مثل ما بيقولوا هيك صابني قلق، هذا القلق تبع الممثل. بس فتنا بقى بالشغل خلص هيك ترجت الامور. بس بالعاده نهى يعني انت عم بتقولي انه هيدي الشخصيات او هيدي النماذج موجوده بالمجتمع، يعني بالعادة الأفكار النمطية نحن بنشوف أنه اللي بيشتغلوا بالدعارة هن غير متعلمات، أحيانا هن ضحايا فقر، ضحايا تهميش اجتماعي أو خيار شخصي. يعني ليه طالبة جامعية متعلمة بدها تروح على هيدا المهنة؟ الصبايا الموجودين بالبيت كل حدا شكل، يعني نهى دارسة، نهى بتضل عم تعطي على كنانة اللي هي مانا متعلمة وجاهلة ومانا دارسة، يعني في هي الفروقات بيناتهم. وأنا يعني أنا برأيي إنه هن موجودين، يعني هن ممكن يكون نسبة هذيك أكبر، ولكن هن يعني اذا كانت متعلمه او مو متعلمه ممكن بظروف صعبه مثل ما قبل قلت مرقت فيها، مثل ما نوها مرقت بظروف كثير صعبه انه توصل للمكان اللي وصلت له. فانا يعني بعرف انه كثير صار فيك صبايا صبايا جامعات عم بيقولوا لا نحن هي اخرتنا، انه لا اكيد نحن ما هيك قصدنا، نحن عم نحكي انه بظروف صعبه مرقت فيها هي الصبيه وصلتها لهذا المكان، ومثل ما نحن شفنا بالمسلسل انه هي مو عاجبه وما بدها، وهي عم تحاول هي وشريكتها باي طريقه انه يهربوا وأنهم يتركوا هي المهنة. يعني نعم. نانسي برأيك الشخصي بعيدا عن شخصية نهى، نانسي الإنسانة برأيك التي تعمل في هذه المهنة مهنة الدعارة هل هي ضحية؟ بعتقد ايه بعتقد اكيد هي ضحية. يعني انا لا يعني انا كنانسي بقول ما بعتقد في اي صبية بتحب تكون موجودة بهذا المكان، او بالنسبة لها هو مكان منيح، او انه هو هذا الشغل او هذا يعني او هذا نوع من انواع الشغل. انا برأيي اي بنت بصح لها تشتغل
تطلع مصاري، تشوف حالها تنتهيها حالها، تقدر تشتغل بشهادتها بتعليمها، او حتى اذا بنت ما انا متعلمه تكون متعلمه اشياء ثانيه بعيدا عن الجامعه، اكيد اي صبيه بتتمنى انها ما تكون بهذا المكان. نانسي انت خريجه معهد التمثيل، واكيد لما تشتغلي على شخصيه بتبحثي فيها بتعرفي عليها اكثر، هل اضطريتي تتعرفي على امراه تعمل في هذه المهنه لحتى تقدري تأدي الدور بشكل ناجح؟ لا يعني مو انه تعرفت، بس عندي شويه افكار سابقه عنهم. يعني من وين؟ بحكم شغلي بالمسرح، فنحن شوي بالمسرح بنتعمق اكثر لما بنعمل شخصيه بنتعمق اكثر بهذا النوع من الشغل. فبحكم شغلي بالمسرح يعني في اشياء في ابحاث اصلا كنت عاملتها لها علاقه شوي بهذا الشيء، مو بسوريا برا يعني، بس استفدت منه كثير. وفي اشياء من حكي العالم حوالي سألت، حضرت كم شغلة، بس اني تعرفت على حدا شخصيا لا ما تعرفت. تعرضتي لمضايقات بسبب هالدور بالشارع؟ انا كنت الحقيقة عم اقول انه كان في بعض الشباب كان عم يمزح، يعني ومن كتير قلال كان عم يمزح وشوية مزح له علاقة بالشخصية، ولكن انا ما تعرضت لمضايقات لا بالعكس. انا اغلب العالم لما عم تشوفني بالشارع عم تكون ردت فعل ايجابية عم يبتسموا، وانا عم كنت سعيدة انه عم بسلم سامع وجوههم، يعني بكونوا ماشيين هيك كشرين فجأة تلاقي حدا طلع فيني وعمل هيك، أو صاروا يتكركروا بنات بين بعض يضحكوا. فيعني المضايقات أو هاي القصة كانت يعني قليلة، ولا تذكر قدام الأشياء الظريفة اللي عم تشوفها. ليه انزعجوا منك المحامين بسوريا؟ قليلة شو القصة؟ لا هو موقف صار، كنت ماشية ففي صبيتين عم يتصوروا معي ومبسوطين وهيك وأنا مبسوطة فيهم، فمرق شخص حقيقة ما بعرف مين هو، قال لي على فكرة أنا محامي وكتير انزعجت منك لأنك شرفت في المصاري هيك بوجه المحامي، هيك بدي أشوف المصاري بوجه المحامي. أم أنا فرت الضحك للا عم بضحك، طلعت فيه قلت له شو بدك تعمل، بدك تدفع دعوة علينا؟ بس انا ضحك كلياتها يعني. بس كان موقف كثير طريف وبضحك انه وقف، يعني هو ماشي هيك زتني اياهم للكلمتين انه انا متضايق لانه شلفت المصاري هيك بوجه المحامي. حتى البنات اللي معي صاروا يضحكوا يعني، وحتى هو بعدين ابتسم وقال لي عم بمدح كذا ومرق يعني. بس كانت غريبه اوقات، عم يعني امبارح في ولد صغير بالشارع ركض وراي قال لي نهى الشريره نهى الشريره وهرب، فاوقات عم يضحكوني بصراحه هدول ردات الفعل. نانسي ليكنا نحن بنات الدعاره محافظين على اسعارنا، شو ما ضل ناس عندهم ضمير بهالبلد غيرنا؟ هيدي جمله قويه، شو عملت هالجملة؟ وقد ايه حقيقية؟ قد ايه بتشبه الواقع؟ والله قامت القيامة يعني يا ليلى الجملة، فجأة صارت الجملة كثير صارت ترند، وأنا يعني عن جد للحقيقة لما كنت عم صور ما كنت عرفانة إنه ممكن عن جد يصير ردة الفعل هي القوية بالشارع. فلما خصوصي هذا المشهد واكثر مشهد يعني العالم بتتداوله بالشارع، هي كثير كلمه قويه، ويعني هي هيك بتضرب على اكثر من جهه، وفعلا يعني عن جد الموضوع حقيقه اللي له علاقه بالمواصلات هون كثير كثير صح. نانسي تخبريني شيء عن كسر عظم بعد ما قلتي ولا مره، وعن دور نهى تحديدا، شيء طريف شيء مزعج شيء ما بنعرفه؟ في ما بعرف العالم ما بتعرف هالقصة، وفي مشهد بياخذونا فيه وقت بياخذون للبنات على الجنائية، نحن فعلا هذا المشهد تمثل يعني تقريبا هو ما تمثل، يعني نحن والكومباس اللي كانوا معنا كلياتنا كنا فايتين بالمود لدرجة انه انا اكلت بوكس على سني. اوف انا ضبايا كلياتنا، وفعلا حتى انا بالغلط يعني بدون قصد طبعا الشاب تناولني بوكس، انا عم بطلع بالسياره كنت عم حاول بعده عني، فيعني في مره بكيت يعني قلت لهم خلص خبط على حالي كل صار لي شيء، بس لا الحمد لله ما صار شيء. وحتى بس لما كنا عم صور هذا المشهد تجمعوا العالم لحالهم، يعني احنا بدون ما ننادي لحدا تجمعت، بتشوفوا المشهد كميات العالم الهائله اللي واقفه من لحالهم العالم تجمعوا بالمشهد، وفعلا كان من اصعب المشاهد كثير كان صعب عليه وكل الصبايا، وكان فيه يعني كنا عم نحاول قد ما فينا انه نكون حقيقيين بنفس الوقت ما حدا مننا ينأذى. فهو بهيك من المشاهد الحلوه يعني كل
كل شيء تصور بهيدا البلوك في بيت وصورته انا ولاء وكذا، كان فيه شيء حلو وهيك لطيف وحميمي نانسي. انت كنت اكثر المواقف فعلا كانت صعبه هذا المشهد علينا. كنت محتشمه بلباسك، يعني بالعاده يعني الامراه اللي بتعمل في الدعاره يعني بتكشف اجزاء من جسمها. ليه اصريت تكوني محتشمه؟ شو السبب؟ هل لانه الدور برمضان يعني المسلسل رح ينعرض بشهر رمضان المبارك؟ لا لا، هو هي نهى اول مشهد طلع فيه بتكون لابسه شيء كثير يعني شيء كثير يعني قريب من شلون هن بيلبسوا بالشكل العام. بس نحن الحقيقه اللي بيهمنا اكثر هو فعلا شو عم يصير معهم بقلب القصه، وفي شيء له علاقه فيهم. نحن باليوم الطبيعي تبعهم نحن هيك فكرنا مع المدام رشا، هن بنهارهم الطبيعي ما بيكونوا طول الوقت قاعدين على اخر درز وناطرين، يعني هن بيكونوا عايشين حياتهم طبيعي، عم ياكلوا بيشربوا بيطلعوا بيفوتوا. فهن بالوقت العادي بنهارهم هن بيلبسوا ثياب عاديه جدا، الوقت اللي هي بتروح فيه لعند جارتها بكل هي التفاصيل لما بتنزل على السوق، هي في نمط وستايل لنهى كنت عم حاول حافظ عليه طول الوقت، بس هو نفس الوقت هو ستايل بنت يعني بالشكل العام ما كثير يعني شوي اوفر بالالوان بس هو ما كثير اوفر باللبس. وفعلا انا يعني بهمني اكثر شو بيقولوا، بهمني التمثيل يطلع اكثر، يعني العالم تكون مركزه اكثر على الشغل على مضمون المشهد. لحد اليوم نانسي يعني شاركتي بكذا عمل وكذا دور، ندم، فيلم الحبل السري، قلم حمراء، العراب، حرملك، زوال، يعني كثير من الاعمال. اي دور هو الافضل بالنسبه لك واللي قدمك بأفضل طريقة كممثلة للجمهور؟ هلا الحقيقة يعني أنا كممثلة أنا كتير سعيدة بكل التجارب اللي عملتها من أول ما بلشت، الحمد لله يعني بلشت شغل مع أسماء كتير مهمة وكتير كبيرة، الله يرحمه أستاذ حاتم وكما بعد مع أستاذ ليس وهلا كمان يعني مع مدام رشا. فأنا أنا كممثلة إذا بتسأل يعني أنا كلياتهم بحب شخصيتي بقلم حمراء، يمكن لأنه هي أول شغلة أنا أول شغلة هيك أول بعد المعهد بعد دراسة أربع سنين، أول شغلة دغري فتت فيها على الفن وخصوصي على شغل التلفزيون، فهي دائما من الأقرب لقلبي واللي بحبها كثير ودائما برجع بحضرها. بس الحقيقة اللي صار السنة بكسر عظم هو اللي فينا نقول اللي هو عمل فينا نقول شعبية أكثر، العالم صارت عم تعرف أكثر إنه هي هي، وصارت لسه يعني صارت بتعرف إنه هي أنا، وصارت عم تدور بقى على أعمالي اللي عملتها قبل. فأنا سعيدة بكل على كل حال الأشغال اللي عملتها، وحتى هلا في المسلسل سويناه مع أستاذ ليسي إن شاء الله رح نعرض قريبا، بعتقد ما رح نعمل صدى. على كل حال ناطرين كل أعمالك نانسي. شكرا كثير، حبينا كثير نضوي على هالدور وعلى نجاحك فيه بشو القصة، وإن شاء الله قريبا بنلتقي فيك ومن نجاح إلى نجاح. شكرا لك نانسي خوري. بدي أشكرك كثير كثير، بدي أشكر كل فريق العمل، ميرسي كثير على الاستضافة الجميلة وموفقين كثير، وأنا عن جد ناطرة إنه نلتقى بالاستوديو هيك أكيد قريبا إن شاء الله. ميرسي كثير قريبا إلى اللقاء.